ومن مقر الإقامة الخاص بمنتخب مصر ومنتخب تونس نطير على استاد السويس مع زميلنا أسامة أمام، نشوف إيه الأخبار عنده. أسامة مساء الخير. مساء الخير عليك كريم، ومساء الخير على كل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. من هنا استاد السويس، والمباراة الأولى في هذا اليوم مباراة تونس ومالي في قمة هذه المجموعة الخاصة طبعا بمدينة السويس. يمكن طبعا احنا متواجدين دلوقتي في الاستاد، وتقريبا الساعة دلوقتي الساعة 2:50 بالضبط في استاد السويس. درجة الحرارة مرتفعة بشكل كبير يا كريم، يمكن درجة الحرارة دلوقتي 39 درجة مئوية هنا في الاستاد. اعتقد ان الطقس هيكون له تأثير بشكل كبير على المباراه، وتحديدا على المنتخب التونسي، لان احنا عارفين طبعا المنتخب المالي اعتقد ان درجه الحراره بالنسبه لهم طبعا كبلد يعني مرتفعه بشكل عام على مدار السنه. الاخبار اللي جايه من طبعا من المنتخب التونسي او المعسكر التونسي، انه ممكن يكون النهارده في ثلاث تغييرات في تشكيل المنتخب التونسي. ممكن نشوف النهارده معز حسن حارس المرمى بدلا من فاروق بن مصطفى، كمان هنشوف ممكن انيس البدري بدلا من رامي بدوي، وطه الخنيسي كان يوسف المسكني اللي عنده مشكلة في عضلات الركبة أو تحديدا في الركبة، وتم الكشف عليه من قبل الجهاز الطبي للمنتخب التونسي. واعتقد ان مشاركته في المباراة النهاردة هتكون على دكة الاحتياطي، مش هتكون في التشكيل الاساسي. ممكن دي تكون الثلاث تغييرات. طبعا لسه التشكيل الاساسي او التشكيل الرسمي لمنتخب تونس ما ظهرش بشكل تام. طبعا قبل المباراة بساعة هيكون متواجد معنا التشكيل طبعا طبقا لقواعد الكاف. يمكن طبعا منتخب مالي، الازمة الكبيرة اللي حصلت ما بين أدام أنياني لاعب طبعا المنتخب المالي وعبد الله ديابيوي، سبب قصه غريبه جدا، وهي قصه ان هم موضوع حلقه شعر، يعني كانوا مين يحلق قبل مين، هي دي اللي تسببت في مشاجره وخناقه وتشاجر ما بين الاثنين، ادت في الاخر لاستبعاد أدام أنياني من معسكر المنتخب المالي. هل هتؤثر عليه في لقاء اليوم؟ ده اللي هنشوفه طبعا في متابعتنا لهذا اللقاء. بشكرك، شكرا جزيلا زميلنا أسامة أمام من داخل استاد السويس.